بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل اليوم شابتر 2، شوف المقطع الثاني، شوفي الـ heat transfer heat generation. heat transfer problem are also classified as being، يعني في عندنا ممكن نستخدم فيها الـ one dimensional أو الـ two dimensional أو نستخدم فيها اللي هو الـ three dimensional. بصفة عامة in general in the most جنرال كيس، هي ترانسفير تو ميديوم از 3 دايمنشنال. في الواقع هي دائما هي ترانسفير في الغالب تكون 3 دايمنشنال في الاتجاهات الثلاثه. في بعض الحالات ممكن نصنفها انها بس 2 دايمنشنال او 1 دايمنشنال. هذا يرتبط بايش؟ هذا يرتبط ب ريلاتيف ماجنيتيود اوف هي ترانسفير ريت ان ديفرنت دايركشن، يعني كمية الحرارة المنتقلة في الاتجاهات مثلا قلنا one dimensional، كمية الحرارة المنتقلة في الاتجاهات الأخرى هل هي مهملة أمام اللي هي في الاتجاه x direction أم لا؟ وكمان وهذا الشيء مهم جدا level of accuracy desired، درجة الدقة اللي أنت حاب تأخذها. أولا نأخذ one dimensional. لاحظ في المثال هذا عندي هذه الويندو الموجود عندي هنا، لاحظنا انه temperature difference انها كبيرة في هذا الاتجاه وانها مهملة في الاتجاهات الاخرى. اذا ما دامت مهملة بسبب مثلا العزل مهملة في الاتجاهات الاخرى، فاذا variation of temperature and thus heat transfer وبالتالي تغير درجة الحرارة وبالتالي ينجم عنه اللي هو تغير في انتقال الحرارة in other direction are negligible or zero، ما داموا مهملين او يعتبروا صفر فنحن ممكن نعتبر انه هذه اللي هي ترانسفير هنا انها هي فقط one dimensional وانها تنتقل في اتجاه واحد. If the temperature in the medium in some case vary mainly in two primary directions. لاحظ هنا عندي 80، هنا عندي كم؟ 70. اذا في تغير في هذا الاتجاه، لكن لاحظ في اتجاه الواي اكسس هنا في هذا الاتجاه هنا عندي 80 وهنا عندي 65 وهنا عندي 70 وهنا عندي 65. إذا إيش فيه تغير في الحرارة، في gradient في درجة الحرارة. إذا لكن في الاتجاه الثالث لا، ما فيه تغير، وبالتالي ممكن نعتبر أن هذا البروبلم الموجود عندي هنا إنها 2 dimensional وإن ال الهيت ترانسفر في الناحية الثالث دايركشن نيجليجبل. طبعا هل لو قدرنا ناخذ مالتي دايمنشنال هيت ترانسفر وناخذ هنا مثلا واحد من الاتجاهات مثلا سبيسيفايد دايركشن سي اكس دايركشن، ناخذ مثلا قدرنا نشوف بس اللي يحصل في الاكس دايركشن. القانون هو نفسه دائما اللي هو الفورير لو اوف هيت كوندكشن، ودائما نقول دائما انه اتجاه الانتقال الحرارة هو الاتجاه اللي يحصل فيه decreasing للتمبريتشر، تناقص في التمبريتشر. هلا ايش بدنا ناخذ نقطة معينة، لاحظوا النقطة P هنا the heat flux vector at a point P on the surface of the figure must be perpendicular to the surface، لازم تكون الحرارة اللي ودها تنتقل تكون تنتقل عمودية على هذا. لاحظ أنا عندي هذا الكيرف اللي موجود عليه النقطة P فهو عمودي عليه، نعبر عن العمودي عليه ب الان الاتجاه. لاحظ القانون عندي هنا قانون فورير لو، بدل ما أحط الإكس أو الواي أو الزد لا، أنا حطيت الان اللي هو النورمال العمودي على النقطة P، لكن هذا الفيكتور اللي في هذا الاتجاه اللي هو الكيو ان ممكن نقسمه إلى ثلاثة مركبات، واحدة في اتجاه الـ X-axis، واحدة في اتجاه الـ Y-axis، واحدة في اتجاه الـ Z-axis. لاحظ هنا نفس الشيء القانون، القانون هنا لو ودنا لاتجاه الـ X-axis الآن كانت عندي هنا والآن عندي هنا، أحط هنا الـ X الـ Y عندي هنا الـ Z، والقانون يظل هو نفسه. وهلا ودي أشوف الـ Heat Generation اللي هو توليد الحرارة داخل جسم معين مثلا عن طريق الكهرباء مثلا. هذه الهيت جنريشن از فوليمتريك فينومينا، هذه تحصل داخل
الفوليوم اللي هو الحجم الموجود في هذا الجسم، ونعبر عنها ب تاخذ الانتجريشن للفوليوم اللي موجود انت فيه، وهذا اللي هي كميه اللي هي الجنريشن اللي انت حطيتها. مثلا لو كانت في الكهرباء الالكتريكال انجينيرنج بنعرف انها ار اي سكوير مثلا، او ممكن تعملها بالفيول اليمنت اوف نيوكليير رياكتور او الاكزو ثيرميك هيت جنريشن. ومن امثلتها اللي هو هذا الجهاز اللي نستخدمه كلنا في البيت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.